مبادرة تطوعية متعددة أطلقها نشطاء المجتمع المدني بالعاصمة المؤقتة عدن للتوعية والوقاية من انتشار فيروس كورونا والدعوة إلى ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة من خلال استخدام مستلزمات التعقيم وغسل اليدين وتجنب المصافحة والابتعاد عن الازدحام. المبادرة الشبابية هي تعمل بجد وهنستفيد من نشاطها، ومهم التعامل مع المبادرات والأنشطة الشبابية في توفير احتياجاتهم، والأهمية تعود لذلك لأنه سوف تعكس أشياء على المجتمع. المبادرة الشبابية لها دور كبير فعال كونها الأقرب إلى الناس، الأقرب إلى المواطن، الأقرب إلى المجتمع، الأقرب إلى الشباب، ولهم ربما كل مبادرة لها قبول. يختلف أشكال عمل المبادرات التطوعية باختلاف نشاط كل مبادرة، لكن الهدف واحد وهو التوعية والوقاية من مخاطر الفيروس من خلال استهداف تجمعات المواطنين في الشوارع الرئيسية والمراكز التجارية بتوزيع الإرشادات والملصقات الهادفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. أهمية المبادرات أنها توعي الناس، تعمل وقاية قبل انتشار المرض، تعمل توعية للناس، توصل لهم القدر الكافي من المعلومات التي لم يحصلوا عليها. لازم أن احنا كمان نحث الناس ونحث المجتمع أنه لازم يبقوا في منازلهم وعشان نتخلص من هذا الفيروس. جهود مجتمعية يرى البعض فيها أهمية للمساهمة في نشر الوعي بين المواطنين نظراً لتدهور القطاع الصحي في البلاد، وبأن الخطوات الحكومية وحدها لا تكفي وأن تكاتف الجهود يشكل ضرورة للحد من هذا الخطر الذي قد يتسبب بكارثة على مختلف الفئات.